طيب اليوم بدنا نتكلم عن الستوري بورد، محاضرة بسيطة جدا وسهلة وخفيفة هيك. بتعرفنا كيف بدي أرسم الستوري بورد مع بعض النصائح والتنبيهات، وكيف أحكم على إنه الستوري بورد هذه تصلح إنها تكون ستوري بورد ولا تصلح إنها تكون خربشات. ماشي؟ فحنشوف هنا طبعا كيف هنعمل ستوري بوردينج للفيديو برودكشن لاي فيلم انتاجي. طيب اول حاجه بدنا نقول ايش تعريف الستوري بورد، ايش ممكن نعرف الستوري بورد. انت من مفهوم حدا بيعرف ايش يعني ستوري بورد؟ ايش القصص المصوره او المرسومه؟ طب هو المصوره هي اصلا ما كانتش موجوده وصورناها، وممكن تكون صور واحد ياخذ هيك لقطات ويحطها ورا بعض فبتبين زي ما بنعمل انيميشن، يعني واحد مثلا بيرفع ايده هيك لفوق بتلاقي صوره ورا صوره ورا صوره ورا صوره عملت حركه. ماشي؟ بس احنا هنا المقصود في الستوري بورد a sequence of images that flow together to tell a story، مش تبين حركه، بدنا اياها تكون عباره عن مجموعه من الصور بتحكي القصه كلياتها من الاول للاخر. تمام؟ تقدري تفهميها من خلال اللي هو اللوحات الصورية أو الرسومية هذه، زي اللي بتشوفها في مجلات ميكي ماوس. ممكن تكون مجموعة لقطات عبارة عن مشهد، مش مشهد واحد، ممكن تكون صورة واحدة هي مشهد. تمام؟ وممكن تكون مجموعة لقطات تعبر عن مشهد، هذا برجع أنت إيش الأوتلاين اللي حطاه في المشهد. إذا فاكرين الأوتلاين لما أجينا تكلمنا البلوك، هون هذا بتحدد لك كيف بدك تعرضي القصة تبعتك، فكل أوتلاين عبارة عن سين. السين هذا إيش حتعرضي فيه لقطات؟ تمام؟ هذا بصير عندك أكم شوت بيكون في كل واحدة، التفاصيل الداخلية. ممكن تكون شوت واحدة، تنتين، ثلاثة، عشرة، عشرين، ما بتعرفيش، المهم إنك تروي القصة تبعت المشهد. فهمت علي؟ فالفكرة هان إنه لازم يكون عندنا مجموعة صور متسلسلة تحكي الأحداث اللي موجودة داخل القصة. طبعا هي زي ما انتم شايفين هذا الستوري بورد ما بتيجي من وحي الخيال، لازم تيجي من وين؟ من السكريبت. يعني أهم حاجة وحنرجع نشوفها كمان شوية، إنه أنا اللي بيجي بيرسم اللوحات الصورية هذه أو الرسومية لازم يكون قارئ النص. ليش بده لازم يقرأ النص ويفهمه؟ عشان يعرف ايش البيئة ومين الأشخاص وكيف، يكون عنده تصور، يبني تصور داخل عشان يعرف يرسمه. وفي أحيانا بعض الناس طبعا زي ما انتم شفتوا يمكن حضرتوا في اللقاء اللي صار قبل يومين، انه بقول لك أنا بروح على موقع التصوير، بيكون في السيناريو أسماء لمواقع فعلية، فلما بده يروح على موقع معين زي ما قلنا مثلا عند السرايا ولا عند كذا، فاللي بيرسم الصورة الستوري بوردر تمام؟ ايش بروح بيعمل؟ بروح على الموقع نفسه، بيطلع على المكان عشان ياخذ صورة كاملة غير اللي موجودة كمان في السكريبت ويرسمها بالشكل المطلوب. فهذا مين؟ الفنانين اللي ما شاء الله يعني فنان فنان بيرسم بشكل كويس، بس احنا طبعا زي ما حنشوف مش مطلوب منا نرسم بشكل دقيق، لكن حنوريكم بعض الملاحظات اللي تمكنك تعبري عن محتوى الصورة ببعض الرسومات اللي تكون واضحة. بس مش اكتر، لكن فعليا لو طلعتوا في الكتب تبعت الاخراج السينمائي والستوري بورد، وفي كتير كتاب يعني حلو جدا موجود في المكتبه اللي اسمه الاخراج السينمائي لقطه بلقطه، تمام، مترجم، كتاب مترجم هو اصلا اجنبي كله عن الستوري بورد، بتلاقي فنانين بيختاروا رسامين مهره عشان يرسموا الستوري بورد. فهمتوا كيف؟ لكن احنا ما بدنا نجيب رسامين مهره، على قدراتنا بدنا نشتغل. واضح؟ ففهمنا أول شغلة إنه الستوري بورد ما بترتسم من وحي الخيال، بتيجي بترتسم من خلال النص الموجود داخل السكريبت. طب الدايركتور المخرج مش في له بوينت أوف فيو، وجهة نظر زي ما إجا حكى لكم، أنا بروح بقعد في المكان وبتصور وبتخيل الأحداث والحكي هذا كله. هل هو ممكن يكون هو كاتب القصة؟ وممكن ما يكونش هو كاتب القصة، طب ليش بده يروح على نفس المكان؟ عشان يقدر يتصور كيف بده يرسم الأحداث ويعرض الأحداث اللي موجودة.
بده ياخذ زوايا لقطات من الاماكن اللي موجوده فعليا عشان يطلع المشهد بالشكل المطلوب. فالدايركتور كمان في له ستوري بورد خاصه فيه. ستوري بورد بيكون قبل التصوير ولا قبل؟ قبل التصوير. شو هي؟ مرسومة، ما بقولك هي مش مصورة. هي مش مصورة، بس أنا لو أخذت الصور، حنشوف إن شاء الله في الآخر، لو أنا فعلاً صورتك وأنت بتتحركي من مكان لمكان، هذه تعتبر ستوري بورد. بس هذه بتيجي من وين؟ إنه هو بحاول زي ما قلنا في عملية تيستينج، يعني بحاول يحط الصور هذه جنب بعض من غير ما يرسم. من وراء الكواليس ويشوف اللقطات المناسبة، بس هي الأصح إنه يرسموها يدويا، يعني برسموها مين برسم اصلا؟ مرحله الستوري بورد موجوده في اول مرحله، في مرحله البري برودكشن، يعني بعد ما نخلص السيناريو تمام بنرسم ايش؟ الستوري بورد، صح ولا لا؟ ما يعني المخرج بياخذ للسيناريو، بياخذ معاه كمان اللي هو التصور الرسومي للستوري بورد للسكريبت، ماشي؟ فالفكره وين؟ انه انا الدايركتور او المخرج كمان له ستوري بورد خاصه فيه. حكينا يمكن مش عارفه قبل محاضرتين او كذا، قلنا الستوري بورد ممكن تكون لقطه في الكات اواي والكات ان اذا فاكرين. قلنا الستوري بورد او الرسمات اللي شفتوها، البنت اللي كانت قاعده في على الكرسي وشويه لقطه على الشنطه والحكي هذا، حكينا هذول لقطات رئيسيه جايه من مين؟ من اللي رسم السكريبت، ماشي؟ اللي رسم السكريبت. لكن في كم لقطة قطار هذه إضافية، مين عملها؟ الدايركتور، واضح؟ فالدايركتور كمان له نظرة خاصة على الستوري بورد، بياخذ صح التصور الأساسي عشان هو برضه ياخذ تصور عن الموضوع اللي بده يقوم بإنتاجه وتصويره، لكن ما بيمنع إنه يحط لمساته، واضح؟ فاشماله الدايركتور بوينتس اوف فيو هي، او ايش بتمثل الستوري بورد عند الدايركتور؟ عباره عن جرافيكال فيجواليزيشن اوف ا شوت سيكونس. عند المخرج الستوري بورد ايش هي؟ عباره عن تصور رسومي لتسلسل مين؟ اللقطات. تسلسل ايش؟ اللقطات، يعني لازم يصور اللقطه هي ايش بيكون فيها، اللقطه اللي وراها، اللقطه اللي وراها، اللقطه اللي وراها. فهو هيك بيفهمها. واضح؟ طيب في لها ابعاد الستوري بورد. ايش هي ابعاد الستوري بورد؟ طبعا احنا في عندنا لاي مخطط زي ما بيقولوها اكس واي، وعندنا اكس واي وزد. هنا الستوري بورد او اللوحه اللي احنا بنرسمها في لها بعدين لازم نهتم فيهم غير الاشياء الثانيه، يعني في عندنا بعد بنسميه تايم، والبعد الثاني اللي هو الانتر اكشن، يعني لازم يبين الزمن وكيف بيصير التفاعل داخل السكريبت اللي انت داخل الستوري بورد اللي انت رسمها. هذول عنصرين مهمين جدا داخل الستوري بورد. يعني على سبيل المثال لو شفنا هذا المثال اللي وراه، انا مش راضيه طول. طيب احيانا هذا ايش بسميه؟ ستوري بورد، هاي لوحه صوريه او رسوميه فيها الشوت الوحده او الايمج الوحده بسموها بانل، او هنا عندنا بيسموها كادر، تمام؟ تسمعوا عن كلمه، يمكن تصيروا تسمعوا كلمه كادر او شغله زي هيك، احنا هان بسموها بانل او قصاصه او ايمج او شوت، ايش ما بدك سميها. هذه السكريبت لاحظوا قدرت تحدد الزمن اللي موجود ولا ما قدرتي؟ زمن قديم جدا يعني، صح؟ زمان كثير يعني، وحتى بتقدري تقولي انه هذه زي البدو الرحل يعني، صح ولا لا؟ طيب وكمان لازم احدد الانتر اكشن، طريقه التفاعل، يعني هنا بتلاقيه مثلا انه في ناس بدهم يروحوا ويسيبوه زعلان عليهم، وكيف استقبل بعد هيك الاطفال واجوا مبسوطين وفرحانين، واضح؟ فلازم طريقه التفاعل تكون واضحه، والتايم او الزمن في داخل هذا السكريبت عفوا الستوري بورد كمان يكون واضح. طبعا اللي راسم هذه الرسمه فنان، انا مش هعرف ارسم زي هيك، لكن مش غلط لو انا، هنشوف كمان شويه نعمل يعني هنا السهم هذا له دلاله، هلا رح نعرف ايش نستخدمها. والسهم هي جاي مثلا معاكم في هذه المنطقه، وهذا رايح في الاتجاه هذا،
حنشوف هاي الصفات هذه كلها لايش بتعبر. واضح؟ طيب في عنا طبعا هذا واحد من الاستراكشر او من الفورمات اللي بيستخدموها لرسم الستوري بورد. ايش هي يعني؟ مثلا انا بحط الصور كلها تسلسليه، انت لو طلعت على حالك زي ما قلنا الصوره لازم تعبر عن حالها، مش ضروري اكتب كلام عليها ولا تعليق، لا في عنا اشارات ايش هذا بيحكي ولا غيره. تمام. في طريقه ثانيه يعني يمكن هي المفضله واحنا راح نتبعها ان شاء الله في خلال طبعا المرحله اللي بعد ما تسلموا السكريبت او اللي هو اللي هو السيناريو تبعكم. في طريقه ثانيه انه انا برسم، هذا رسم عادي زي ما انتم شايفين، مش رسم واحد متقن. لكن ايش بتلاحظوا قبل ما اكمل؟ المود موجود، الانتر اكشن موجود، وغيره لقطات الكاميرا. يبقى انا برسم، هذه حاجه حنشوفها، حاجه مهمه جدا كمان، وانا برسم في الستوري بورد لازم ارسم بناء على فهمي للقطات الكاميرا اللي اخذناها. يعني بدي اعملها زوم، اعمل عليها كلوز اب، اعملها وايد، اعملها لونج، فانا لازم اراعي حركات الكاميرا كاملة. فعشان هيك احنا اذا فاكرين اول جملة قلنا اللي بيكتب السيناريو لازم يكون فاهم، وكمان اللي بيرسم الستوري بورد لازم يكون فاهم حركات الكاميرا. واضح؟ وفاهم النص. هذه شغلة. شغلة ثانية، هذا الاسلوب الاسلوب الثاني اللي الاغلب يعني بيتبعه، تحت كل ستوري بورد او كل بانل بيعملها بيكتب ايش هو الفيديو وايش الاوديو. يعني بعض النوت، ايش النوت بيكتبها؟ بيكتب نوع اللقطه، تمام، كلوز اب، وايد، مش عارفه جايه زوم، دولي ان، دولي اوت، حسب كيف الحركه بده اياها تبعت الكاميرا. وبيكتب برضه هان لاحظوا الاوديو اللي هو لوكينج داون، تصور ايش بده يصير في داخل هذه الصوره، لوكينج داون مثلا ات وات واز بروديوس اب مثلا على سبيل المثال، بتطلع على ايش راح يطلع قدامه او على ايش راح يطلع يصير قدامه على سبيل المثال. فبكتب الاحداث او الحوار او الوصف اللي بده يكون داخل هذه الصوره بشكل مطابق، لازم يكون ماشي. ولازم اكتب مين نوع اللقطه. هذا واحد من الاستراكشر. حنشوف كمان استراكشر او فورمات ثانيه بيكتب بالتفصيل كيف بيعمل الترانزيشن من لقطة للقطة أو من شوت لشوت. ماشي الحال؟ طيب يبقى في عندك هذا النموذج بحط فيه الديالوج وبحط كمان تعليمات خاصة عن إيش؟ عن الأكشن اللي راح يصير داخل الصورة. ممكن أنا زي ما أنتم شايفين هنا نوصف إيش بده يصير داخل الشوت. يعني مثلا تقول والله بده يطلع على الدرج، بده ينزل، وقعت كورة وهو قاعد بيطلع، ايش ما بدك حسب ايش الاحداث اللي راح تصير في داخل هاي الشوت. تفصيلي عادي الاحداث. كان also describe shot، ممكن توصف الشوت بشكل كامل، الاكشن اللي راح يصير فيها، تمام، and even audio، وكمان حتى لو في حوار ولا في موسيقى ولا في شغله ايش بدك تحطيها كمان بتقولي. ولقيت حوريكي شغله كمان مثال بالتفصيل الممل كاتب وشيء كويس، خليكم معي شوي. يعني مثلا هان عامل كلوز اب للولد، بعد هيك حيجي يعمل لونج شوت، هو هذا الولد اللي احنا بنطلع عليه وهو طالع مثلا هي على السلالم، تلاقيه كاتب هذا الحكي وهو طالع على السلالم، وبعدين فجاه مثلا وهو واقف قاعد لسه ما كملش، لاحظوا اللقطه هاي واللقطه هاي، هذه مبينه لسه بيطلع في الاول، هان انه قرب يوصل، صار مثلا معاه حدث معين في داخل هذا المنطقة، بعد هيك صار جاب لقطة بزاوية انه واصل مثلا طلع لفوق على السطح او وصل للمنطقة هذه وجابها بزاوية بسموها زاوية يونانية او شغلة زي هيك، يعني لا هي لونج ولا هي وايد ولا غيره، حاجة احنا ما تعرفناش عليها، بس هي لقطة مشهورة عند مين؟ اليونان. هان برضو بعد ما كانت وايد صارت ايش مالها؟ كلوز اب بنفس الزاويه قرب عليه، وبعد هيك صار كلوز اب اكثر على مين؟ على العين.
فهو بصور المشهد كيف بده ينتجه، فهمتوا كيف؟ كيف بده يصوره، واضح؟ واحيانا بكفي انه احنا نكتب ايش الحركه الاولى والحركه الاخيره اذا الاحداث اللي بتدور في النص مش مهمه كثير، لكن اذا هاي الاحداث بدنا نركز عليها لازم نذكرها بالتفصيل. طيب، فعاي زي ما احنا شايفين الستوري بورد، المهارات اللي لازم نكون عارفينها او مكتسبينها عشان نرسم الستوري بورد، بقول لك يو دونت هاف تو درو، مش ضروري تكوني بترسمي بشكل كويس. واحد من الناس من الاكبر زي ما بيقولوا المشهورين اللي بيشتغلوا في الستوري بورد، واحد اسمه ستيفن سبيلبرغ، يوز ذا ستيك فيجر. بتعرفوا الستيك فيجر؟ الورق الاصفر، الورق الاصفر اللي فيه لزقه، هذا عارفينه؟ بيمسك على انهم قصاصات اصلا كانها البانل تبعته، وايش بروحوا بيعملوا؟ بيرسم عليها الرسمه حسب الشوت اللي هو عاوزها، وبعدين بروحوا ايش بيعملوا؟ عندهم لوح بعلقوا عليه الستيك فيجر، بعلقوا عليه ايش؟ الستيك فيجر. طب ليش بعلقوا الستيك فيجر؟ ايوه، عشان يصير يرتبوا الشوت صح، بصير يطلع عليها هل في تسلسل ولا ما في تسلسل، لو في شيء ناقص طبعا بصير سهل عنده يبدل ويشيل ويحط لا هذه اللقطه بدل هذه اللقطه، ممكن يغير لقطه مثلا بشكل سهل، بشكل ايش؟ مرن يعني. اوف كورس بروفيشنال ستوري بوردرز دروول، طبعا اكيد انه انا لو ما بعرفش ارسم لو استعنت بالناس فنانين ومهره في الرسم ما فيش مشاكل، بس طبعا حتكلفي حالك، واحنا بدناش نعتمد يعني في الكورس تبعنا او في الغالب في دور الانتاج العالميه بيجيبوا ناس زي ما قلت لكم رسامين وفنانين، واضح؟ لكن احنا حنجرب نرسم بايدينا رسم عادي. Most important skill، أهم المهارات اللي لازم نكون فاهمينها. You need to understand me the story، لازم تكوني فاهمة القصة صح. يعني اللي بيرسم لازم يكون فاهم القصة بشكل واضح، بالمعالم، بالشخصيات، بالانفعالات، بكل حاجة. وإيش كمان زي ما قبل شوي حكينا؟ الكاميرا وورك، لازم يكون عارف، يعني مش أي واحد بيرسم. لازم يكون كمان فاهم ايش انواع اللقطات تبعت الكاميرا وحركات وزوايا الكاميرا، واضح؟ لانه حنشوف كمان شوي انه انا بقدر على الستوري بورد احدد حركه الكاميرا كيف. طيب، في عندنا كمان شغله، مثلا هي هنا عندنا مثال اخر. كل بانل من هاي البانلز، احنا خلص هذا صار بانل اللي هي القصاصه، كل بانل depicts a shot in the scene. depicts a shot in ايش؟ in the scene. بتصور لقطة في مشهد. كل بانل ايش مالها؟ بتصور لقطة في مشهد. يعني على سبيل المثال، شوفوا هذا، يعني الصورة اللي أنت شايفاها هنا. ايش شايفة فيها؟ قاعة. كأنها قاعة محاضرات، صح؟ وفي أستاذ وفي عندنا طلاب. بس ايش عامل؟ ملون واحد والباقيين مش مهم، يعني هو سأله في اشي يعني بده يركز عليه عشان هانا حتكون كبيره اللقطه بعدين هذا وهو حيجي. ايوه، فهذا مهم يكون مبين هان، وبعد هيك حيروح يعمل، لاحظوا هان ايش عامل؟ بده يعمل زوم، يعني مش هي ممكن تقولي كلوز اب، بس هي زوم يعني. نعم، لقطه اوفر ذا شولدر، صح؟ طب هذه اللقطة ايش بقول عنها؟ وايد، بقولش عنها لونج، لا لانه مش كله جاي بالكامل، فهي وايد اكتر، واضح؟ لانه شايفين فيها عناصر اكتر. هذا بعد ما هو انتقل من هاي اللقطة لهاي اللقطة حتلاقيه هنا، هذا انا مضايقان مش راضية تروح، طيب خلينا نشوف بس عشان بدي اوريكم الكلام هذه معلقه هان. كونتينز فيزيكال، يبقى انا البانل الواحده ايش لازم يكون فيها؟ كونتينز فيزيكال انفايرمنت اكتورز، طبعا لازم توري البيئه بشكل طبيعي ايش راح يكون محتواها ومين الممثلين او الشخصيات راح يكونوا داخل هذا المكان. في ناس يا بنات حتى الاشخاص بيرسموهم بناء على مين الاكتور،
قلنا لكم احنا ممكن يكون محدد اسامي الممثلين، فبتلاقيه برسم خلص متخيل شخصية وبعد هيك بيرسم كأنه هو رسم، هو فعلا اللي ايش بيشتغل عليه. طيب often can specify the camera motion، كمان لازم نحدد حركة الكاميرا كيف مكانت، and lighting وكمان الإضاءة. طب مهم كمان الإضاءة، مهم يا مس تعملي كمان تحددي لنا الإضاءة. والله من هنا هاي شايفين هذه المنطقة فاتحة، معنى الحكي في إضاءة قوية في هاي المنطقة صح؟ وبعدين هاي عشان يوريكي تركيز الإضاءة وين جاي. طب ليش بدأ بوري الإضاءة؟ عشان فن الإضاءة كمان لما يجي ياخذ اللقطة ياخذ لي إياها زي ما أنا حددت، فهاي التفاصيل بتصير سهلة عند التطبيق. زي ما الواحد قلنا لكم بيقعد هيك شوي مع حاله بفكر بخطط بيكتب على الورق، بس لما يسيب الورقة ويقوم يقعد بعد يوم يومين بنسى ايش فكر صح؟ فانت لما تحطي كل التفاصيل هاي بصير سهل عليك عند التطبيق تراجع كل التفاصيل الموجودة. في هنا تحت ايش كاتب لك؟ معطينا شوية تفاصيل، معطينا ايش؟ شوية تفاصيل. ايش كاتب لي مثلا؟ وايد شوت، قايل لي انها ايش؟ وايد شوت، نوع اللقطة of a classroom gradually zooming in. ها شوفي كمان شوي شوي حيعمل zooming in على ايش؟ to capture the teacher and one particular student. بعد هيك بده ينقل الكاميرا بعد الواي ويحررها وين؟ على التيتشر واحد من الطلاب. ماشي الحال؟ بعد هيك ايش صار؟ اللقطة اللي وراها over the shoulder، لقطة من فوق الكتف، وال point of view the student's view at this point the glassy up، في نوع يعني اللمعة تبعت الإضاءة بتبين كأنها نوع من الزجاج شوية. وفي هنا بوريكي ايش نوع اللقطة، بوريكي انها هذه point of view، انه ايش معنى هذا؟ واحد بيجي بيسأل حاله ايش معنى الطالب هذا؟ خلص وجهة نظر للمخرج، بدي أوريك هذا الطالب، بديش أوريك هذا الطالب، واضح؟ حسب المشهد اللي بده يجي. طيب هنا مثلا مثال آخر، المثال هذا رسم عادي مش كتير متقن، شوية خطوط بس بتعبر عن إيش؟ يعني أنا بدي أقول لو أخذنا واحدة منهم شوفوا إيش بيكتب فيها، هاي برسم، يعني هذا مثال طريقة تانية، إحنا شفنا طريقة برسم البانيل وبكتب تحتها التفاصيل صح؟ هذه طريقة تانية، برسم البانيل وقبالها بحط التفاصيل، واضح؟ قبالها بنحط ايش؟ التفاصيل. طبعا لو لاحظتوا ايش التفاصيل اللي موجودة وقرأتوها بتمعن يعني حيقول لك انه الكلام اللي موجود هان notice the detail description، بيوصف بشكل معمق of the camera and action، كيف حركة الكاميرا بتصير والاكشن تبعها. يعني لو اخذنا هذه مثلا على سبيل المثال ايش بده يعمل؟ فيد اب. طب الفيد اب ايش هذه؟ لقطة كاميرا فيد اب؟ ها ايش؟ ترانزيشن. يعني كيف بده ينتقل على هذه الشوت او كيف بده يطلع هاي الشوت بده يعمل فيد اب، يعني حتى الترانزيشن قدرنا بنحدده. واضح؟ كمان اون اكستريم كلوز اب، وحدد نوع اللقطة على مين؟ of eye opening، على فتحة العين. شوفي بوصف المشهد بشكل كامل بكل تفاصيله، وممكن كمان ايش بقول لك حتى تطلعي موريك الشرايين تبعت العين ومش عارفه ايش. فهنا برضه كاتب بادق التفاصيل، يعني انا مقربة على العين وبكل تفاصيله حتى الشريان مبين في هذه الصوره. اوكي كمان ايش بحكي لي؟ كاميرا سلولي دولز باك از ذا كريتشر لوكس اراوند. ايش بعد هيك بده يسوي؟ هاي اللقطه عملنا لها فيد اب وطلعت العين، بعدين ايش بده يعمل؟ يعمل دولي باك، بده يرجع. هل الحكي هذا كله موجود هان؟ انا معطيك لقطه بس بقيه الاكشن اللي بده يصير بوصفه، عشان انا لما اجي ارسم الحاجات هذه او اصورها بصير سهل علي. فحشتغل نفس الكلام اللي موجود، برجع باك، والباك هذا هو راجع حيصير ايش؟ بقدر يشوف، طبعا لما برجع لورا حصير الصورة أوسع، بقدر يشوف حاجات أكثر.
مثلا بلينك ذن موفز اوت اوف ذا فريم، بيطلع من هذا الفريم، ايش بيجي؟ بده يجيب فريم ثاني. ايش بده يبين فيه؟ راك فوكس تو انذر نانو تيرانونز ترافيرسينج ذا فورست اوف فان بامز. بعد هيك بده يجيب تركيزه وين؟ على المنظر، غابه فيها شجر نخيل كثير وطياره جايه من بعيد على الاخر مش مبينه يعني. وصل هالراسم الحكي هاد؟ مش راسم. فهو بعد اللقطه ايش بده يوريكي؟ ايش بده يصير؟ فبيرسم المشهد بشكل كامل، بيكتب التفاصيل تبعته. واضحه؟ وقيس عليها نفس الاشي هنا، انه والله بده يبين انه ميه بعد ما بيطلع، وهي بعد هيك بجيب لك بوينت اوف فيو شكل الميه كيف بكثافه طالع بعد ما هو طلع راس السمكه هذه او الحوت اللي طالع معنا. طيب هنا مثلا ستيك اوف فيجر، هذا واحد استعمل هذا زي اللي انتم راح تعملوه هيك ماشي. هذا ستيك اوف فيجر عادي برسم ولد ما فيش مشاكل، بس عندنا مشكله واحده. في مشكله، في مشكله فيها. ايش المشكله هان؟ يعني انا حاطط انه والله في الشمس جايه من وراه وواقف زعلان وبصرش ماله، بس ايش بصير؟ المشكله الوحيده في الستيك فيجر انه انت كانت وير ذا كاركترز ار لوكينج، ما بتقدريش تحدد يعني مثلا راسم، طب وين عينيه؟ ورا ولا قدام ولا هيك ولا هيك؟ يعني مش مبين. بدك حتى الاسهم هو عامل انه هيك بلف وهذا ماشي هيك، بس مش واضح وين مكان عينيه، تحت فوق يمين شمال، يعني الرسمه مش كتير واضحه. تمام. فعشان هيك كانت هذه اهم مشكله. طب عشان نحلها ايش بده يسوي؟ بقول لي if you use stick figure it provides a few strokes on the face to indicate direction، حط شوية اتجاهات أو خطوط على الوجه، هنشوف الشمة، عشان توري اتجاه الفيس تبعك. زي ايش على سبيل المثال؟ طبعا هذه الستيك فيجر، عفوا هذه اللي كانت مرسومة. هنا مثلا بيحكي لي اعملي خط بالعرض للعين، مش ضروري ترسم عينين يعني، إذا بتعرفيش ترسميهم مش ضروري ترسميهم، هاي الفكرة، يعني ارسمي دوائر وخط عمودي وخط افقي، هاي كل المطلوب. طيب بقول لك الخط العمودي اللي هو اتجاه الانف، والخط الافقي اتجاه العينين، فانت لو رسمهم زي هيك كانه بتطلع فوق، يعني عملت 3 دي لوكينج صح؟ لو انت والله هاي رسمه دائره عادي، بس رحت عملت الخط بالشكل هذا فكانه بتطلع لتحت، عملتيها زي هيك قدام هو في الامام، واضح؟ وهكذا. هذا مثلا كثير منزلين الخط لتحت، احنا كثير فراسه كثير لتحت مبين، فشوية خطوط بتوريكي الاتجاهات بشكل افضل ماشي. هذا ايش ماله؟ راسه ورا ومتطلع هيك، فموريكي شوية من انه لافف وجهه، هاي وجهه هناك وهاي راسه جنب بجنب هيك جاية. بالنسبة للبدي، بالنسبة للجسم، الجسم تبعنا اذا حابين نوري الكتلة نفسها تبعتنا وين رايحة غير العينين، بقول لك ارسميها على شكل بوكس. طبعا ليش بوكس؟ لانه البوكس ثلاثي ابعاد، بتقصري خط، بتطولي خط، مش عارفة شو، بصير ببين معاكي هل هو جاي كتير لقدام. طبعا هاي الخطوط بتاعت الوجه، فهو مش مبين هيك، المفروض على حسب الرسمة اللي هو رسمها هو مش عامل هيك، هو هيك صح؟ هو مش عامل لقدام لورا. ذكرتوني بوحده جايه تعمل كاميرا مش كاميرا خفيه، مقلب، فجايه ايش تعمل؟ واقفه بتصلي ولابسه اواعي صلاه، شفتوها؟ بتصلي وعامله المنديل انه هيك من قدام، ولابسه جاكيت ومش عارفه ايش، وواقفه هيك بتصلي. طبعا هي اصلا هيك عامله، عرفتوا كيف؟ عامله هيك ايديها، واجت وحده تصلي جنبها، اللي هي بدل ما تمشي اظن هيك هي عامله، بدل ما عملت انها بتركع وبدل ما تسجد لهان رجلها، فمنظر يعني مخيف يعني بلمس. فنفس الفكره، فانا لازم احدد الاتجاه هو رايح قدام ولا رايح ورا ماشي. هذه بعض التلميحات البسيطه يعني.
في عنا برضو تنبيهات صغيرة. لو أنا حابة أرسم راجل ومرأة أو ولد صغير وولد كبير، أبين العمر يعني، بقول لي على سبيل المثال إنه لو حب، طبعا هو إيش حاطط، خليكم معي شوي، هذه كلها تنبيهات بتحبي تلتزمي فيها، بتساعدك يعني شوية إنك تبرزي الشخصية بشكل صحيح. هنا مثلا بقول لك حاطط هنا هاي هد وهذه هد وهذه هد، أكم هد صار عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7. بيحكي لي إن المان غالبا طوله على الورقة لما بدك ترسميه ستاند آت 6.5 to 9 هد، يعني من 6.5 راسه ممكن بعد السادس، ما تعملوش قصير كتير، هاي الفكرة، بده يكون بعد 6.5 لحد 9 هيد ممكن ايش تعمل طول المان. لكن الومن بتكون اقصر شوي، قد ما بدك بتقصري يعني، في لعند الكتف بعد هيك اقصر ندفة في نفس الدرجة، بس ما يكونوش طول بعض يعني. صح في ومن طوال كتير بس بجوش لطول الراجل. فهي المعايير البسيطة بحاولوا ينتبهوا عليها. شغلة تانية، حاولي لما تيجي ترسم عشان تميزي انه مان او ومن، الرجلين لما بيجوا برسموهم طبعا جسمانيا بيختلف الرجل عن المرأة، صح؟ فهنا بقول لك الفتحة، اذا بدك تعمل الرجلين بعاد عن بعض، فتحة الرجلين اضيق عند الرجل من مين؟ من المرأة. فلما تيجي تعمليهم مفتوحين هيك شوي واقفين، لا بتخلي الراجل اصغر شوية من ايش؟ اوسع. لا بيكون اضيق. لحظيها. ايوه، لانه في عضلات الجسم بيبقى مليان اكثر. عرفتي كيف؟ طيب طبعا الاكتاف والحاجات هاي، طبعا الرجل اعرض من ايش؟ من المرأة. يعني الشغلات البسيطه هذه بحاولوا ينتبهوا عليها. الصغار لو بدك ترسمي او تميزي طفل صغير عن طفل كبير في العمر، حاجه سهله جدا، بقول لك لما تيجي ترسمي ايده، يعني هو رسم وجهه كبير صح، بس عشان يوريك انه صغير في العمر ايده ايده طول ايده كلها على بعض ما بتوصلش دوبها بتوصل راسه، فبتعرف انه الطفل صغير في العمر، يعني يمكن عمره سنه صح ولا لا. لكن اذا والله رسمتيه زي احنا هينا، ها اعملوها، احنا للكبار ايدنا هذه حفه الكوع بتوصل للراس، فبدك تراعي انه لما بدك ترسمي ايد تكون الكوع واصل الراس، حفة الراس او الدان شوية. وصلت الصورة؟ فهيك بتقدر تميزي ما بين الشخصيات. في عنا حاجة اسمها برسبكتيف، برضو من الاشياء اللي بقى انا بستخدمها في التعبير عن الستوري بورد، حاجة بسموها المنظور. ايش المنظور؟ شوية خطوط، بتعرفوا الخطوط استخدمتوها؟ بتعطيكي بعد صح؟ بتعطيكي عمق على مستوى النظر، او ثلاثي الابعاد من فوق، ثنائي، ماشي؟ فهذه بتساعد في تصور زوايا الكاميرا وتصور المشهد. يعني انا الكاميرا حجيبها من هاي الزاويه هيك معناها، وهذا حيكون نقطه ايش؟ التقاء البصر ايش الى مد البصر، يعني على مد البصر. هذا مثلا بيجيب لك انه الكاميرا تبعتي بدها تيجي اجيب الزاويه ثلاثيه، هنا في مكعب ثلاثي الابعاد، انه الكاميرا تبعتك جايبه هذا المنظر بشكل ايش ماله؟ ثلاثي الابعاد. طيب مثلا زي السياره بسموها الفانيش لاين، بسموها ايش؟ الفانيش لاين. السياره هذه لو حطيت صوره سياره وسيبتيها من غير خطوط، بتعرف وين رايحه؟ وين جايه؟ فشويه خطوط بتوريكي انه هي مثلا ممكن تكون ماشيه بهذا الاتجاه، ولما لفت حتمشي في هذا المسار، ضلها ماشيه على طول. فشوية خطوط بتوريك اتجاه الحركة. كمان مثلا الانديكيتنج موشن، الحركة نفسها يا بنات. ايش عن الحركة نفسها؟ يعني انا مثلا عندي سيارة، لاحظوا هذا المشهد، في عنا سيارة واقفة في هذا المكان ماشي، وبدنا نحركها في الصورة وتصير واقفة في هذا المكان، بدها تمشي، في حركة في داخل الصورة. كيف اوري الحركة داخل الصورة؟ بالاسهم. شفتوا الاسهم اللي كانت ماشية بالاول؟ يبقى الاسهم هذه بتوري كيف حركه الجسم في داخل الستوري بورد. ممكن استعملها من خلال احط هاي سهم جاي من هان، وبعد هيك بده يمشي هيك، بعد هيك بده يمشي هان مثلا. وممكن اعمل
سهم واكتب فيه الحركه اللي بدي انقل فيها، اكتب اسم الحركه. فهو بده ينقل من هان لهان بحركه ايش؟ زوم ان. هنا برضه في عندنا مثال ثاني بده يعمل هذه ايش مالها؟ ميديوم تقريبا او كلوز اب الصوره. هذه الصوره عندنا ايش؟ هيها كلوز اب. انا مش شايفه هنا، دول لي انتو كلوز اب ماشي. وين ايش هي اللي دول لي انتو كلوز اب؟ الفكره هذا واحد جايبين لقطه احنا من عند تقريبا الخصر ميديوم صح، وانتقلنا على كلوز اب. كيف بدي انتقل من هاي اللقطه لهاي اللقطه؟ في حركه في الكاميرا صح، فالحركه اللي استخدمها مش زوم، استخدم حركه دولي. فحيعمل دولي اوت، عفوا دولي ان، دولي ان عشان يصير عندي كلوز اب على الفيس مش زوم ماشي. بيستعمل حركه دولي عشان يصير عندي اللقطه هاي. فبوصف كمان شكل الحركه تبعت الكاميرا. هذا مثلا هذا الاكزامبل بيجي بقول انه هذا الاكزامبل از ا باد اكزامبل. ليش؟ ليش باد اكزامبل؟ زي ايش يعني؟ ايش ما انا عارف انه مش مفهوم منه حاجه، ايش هم اللي مش مفهومين؟ فيش في شخصيات. هو صح قال لي ارسم ستيك بس ما قاليش ارسم دوائر ومربعات صح؟ ولا مكتوب حاجه تدلل على المشهد غيره، لا في اضاءه ولا حركة كاميرا ولا الزمن، مع انه حاطط لي انه هذه الشمس هي ها، بس وين حاططها انا مش عارفه. طب ايش كمان مش مبين؟ ملامح الشخصيه، لا في 3 دي ولا غيره. اللقطات تبعت الكاميرا هنا اصلا كانت وايد او عفوا كانها كلوز زوم ان، بعدين كانها بعدت شوي، بس يعني ما عملتش شيء كبير، فيش فرق في اللقطة، الزاوية نفسها صغيرة. فأنا عملت لقطة لنفس اللقطة اللي قبل، فيش فرق. طيب في شغلة كمان، الانتر اكشن مش مبين صح؟ ايش هم بيعملوا؟ مع انه انا ايش كاتب لي؟ انه تنس نت، يعني كأنهم اثنين بيضربوا تنس على بعض، بس مش بهذه الطريقة انا بدي ارسم صح. انا بعمل اشي بسيط بس لازم اراعي ابسط القواعد في التعبير عن محتويات الستوري بورد. واضحة الفكرة؟ طيب آخر حاجة هنا معنا، هنا برضو مثال تاني بقول لي إنه هذا باد إكزامبل، بس إيش السبب إنه باد إكزامبل؟ إيش السبب؟ طبعا مش هتقدر تحددي إنه باد إكزامبل، شوفوها أنتو مش هتقدر تحدد إنه باد إكزامبل ولا لا إلا إذا قرأتي الكلام، الوصف تبع الستوري بنفسه، الوصف تبع البانل نفسها. طبعا انت من خلال يعني لو قراتي عمال هو ايش بيقول، انه في هذا المشهد وحده قاعده قبال المرايه، وهي قاعده قبال المرايه في نظاره محطوطه هان اظني، هان في نظاره محطوطه على الطاوله. وبعدين ايش كاتب لك؟ كلوز اب. هل هذا الشوت كلوز اب؟ لا. يبقى ايش اول غلطه او الغلط؟ ايوه، انه الوصف مش مطابق للشوت. فلازم انا لما احط شوت الوصف لازم يكون مطابق لإلها. وبعدين مش عارفه ايش هذه، رجع كانه في نفس المكان، يعني لا هي وايد، يعني بقول لك انها وايد وانها وسعها شويه، لكن نفس المشهد او نفس اللقطه، زاويه الكاميرا هي هي. ايوه، تكرار في نفس الصوره، وعمال بقول لك كلوز اب وميديوم ووايد، وهو بس بشيل حاجات بسيطه، يعني زاويه الكاميرا عنده تغيرت بمقدار بسيط، لا تستحق انه انا اعملها شوت. فهمتوا كيف؟ طيب اخر حاجه معنا اللي هي الانيماتكس. في مصطلح مشهور جدا في الوسائط او في العالم الانتاج هو الانيماتكس، وهذا على فكره الانيماتكس شغله بيستعملوها دور الانتاج العالميه عشان يشوفوا المنتج تبعهم قبل التصوير. من خلال مين؟ من خلال الستوري بورد. حوريكم هلا مثال عليه ان شاء الله، بس نشوف هدول الكلمات. عندنا كراود برودكشن ميد وذ ايش؟ ستوري بورد. معظم زي ما حكينا لكم الانتاجات الضخمه بتعمل انتاجاتها بناء على الرسم تبع الستوري بورد. ايش هو الانيماتيك؟ ويل يو برودوس ذا فيديو، ننتج فيديو فعلي تمام.
with voice acting بأصوات الانفعالات اللي راح تصير داخل الستوري والموسيقى المصاحبة إيش ما بدك كله voice بس بصور but the scene shot المشاهد اللي راح تظهر على الشاشة are the main story board panel قصاصات الرسومية اللي احنا رسمناها يعني مش شخصيات ولا كرتون ولا غيره الستوري بورد نفسه فإذا هم بيتفرجوا عليها القصاصات هذه عملوها أنيماتيك حركوها ماشي وبينت كأنها فعلا إشي في تسلسل وبيحكي القصة بشكل فبقولوا هذا بحكم على إنه المنتج اللي بينعمل قابل للإنتاج ورح ينجح واضح؟ This is quite common in a professional production. طبعا الناس المهرة بيتبعوا هذا الأسلوب. Allow you to ايش؟ To pre-visualize the movie. بيعطيك تصور مسبق قبل عملية التصوير. في عنا مثال احنا هان موجود على اليوتيوب. طيب اظني انا فتحاه. خليني اوريكم بس لقطة هان. بس شوفوا هاي هذا لو لاحظتوا هذول ستوري بورد. في صوت. سامعين؟ الصوت موجود. هاي ستوري بورد هذه شفتوا كيف حركة العين طبعا حركتها تلت كلها ماشية الكاميرا شفتوا كيف شفتوا كيف العين ها في حركة كاميرا هان في زاوية من تحت لفوق شفتوا حتى النهفات تبعت ال رسم رسم شفت الحركة تاعت البلور شفتوا كيف الحركات بزوايا الكاميرا باللقطات فأنا فعلا لو أنتجت ستوري بورد أنا رسم هذا حطيهم جنب بعض هاي الفكرة بدنا نوصلها حطيهم ورا بعض وحرق ووريتيهم هيك شفتيهم على المنظر وطلعوا فعلا وراكي انه اللقطات يعطيكم العافيه المره الجايه ان شاء الله طبعا شابتر جديد